سؤال. انا بنت وليا تلات اخوة وتوفيت والدتنا وقد اوصت قبل وفاتها ان نصيب الولد مثل البنت، وتمت الوصية في توزيع الاموال، ثم توفي اخي والان لي اخ موافق على تنفيذ الوصية في العقار والاخر يرفض. اذا كان عايز ياخد بركة والدته ينفذ وصيته، مش عايز ياخد بركة والدته الفلوس مش هتنفعه كتير، وانت اللي يجيلك من ربنا كفاية عليكي، متعوديش تتعبي نفسك مع اخواتك من اجل الميراث. لما توجد محبة الناس مستعدين يدوا ازيد من استحقاق الغير.